معانا دلوقتي على التليفون وبنرحب بيه المخرج الكبير الاستاذ عادل اديب. استاذ عادل اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، وميرسي جدا للمداخله دي، كان نفسي اعملها. واسمحي لي ااكد كلام حضرتك، ولو تديني دقيقه اتفضل انقل بس للناس الحاله اللي احنا كنا فيها واحنا هناك. اتفضل. طبعا اسالك حضرتك، لو غبتي عن اهلك اسبوع او شهر او سافرتي سنه، احساسك بيهم هيبقى عامل ازاي؟ غربه طبعا. طيب اما اقول لك ان احنا هم اهلنا في العريش 12 سنه 12 سنه مقفول عليهم، 12 سنه مش قادرين يخرجوا من مكانهم، 12 سنه كانوا عايشين في معظمها في رعب وقلق، 12 سنه لما جه الجيش ودافع عنهم وقف جنبهم كانوا ابتدوا يحسوا بالامان، ولما ابتدوا يقفوا جنب الجيش ابتدوا يتقتلوا غدر. تخيلي حياتهم تبقى عاملة ازاي. احنا لما رحنا هناك كان قبل كده، انا كنت رحت العريش، كان ما بين كل دشمة ودشمة دشمة، يعني ما بين كل منطقة امنية في منطقة امنية تانية. احنا مشينا 4 ساعات ونص بالعربيات من مصر لحد هناك، ما قابلناش غير يمكن مرتين في منطقة امنية بس موجودة، مرة عند النفق ومرة تانية بعدها. في امان، ما فيش حد جنبينا، معناش امن، معناش حراسه، معناش حاجه، واحنا فنانين. تمام. اما رحنا هناك ودخلنا، الناس افتكرونا اجانب لانه مش مصدقين ان في حد جاي يزورهم. الناس ما حدش زارهم من 12 سنه. لما حصلت الاحتفال بتاع الهجن، انت مش متخيله الناس كانت عامله ازاي. الناس كانوا بيحضنونا كانهم شافوا عيالهم اللي بقى لهم مثلا سنين ما شافوهاش، او ابوهم وامهم اللي بقى لهم سنين ما شافوهمش. أنا بجد الحالة اللي كنا فيها حالة عشق لمنطقة غالية جدا علينا. صحيح، منطقة بجد وعمرنا ما كنا نتخيل من سنين قليلة فاتت إن إحنا كنا نشوف المنظر المبهج ده والأمان اللي إحنا كنا فيه الحقيقة. يعني أما تشوفي في الأول كمية المباني المهدمة بسبب الإرهاب اللي موجود، ثم تشوف المزارع والأرض المزروعة والمدارس والجامعات والمستشفيات والبنى اللي حصل هناك، تبتدي عينيك تدمع لان في حاجه حصلت وسط اللي كان بيجرى ده. تخيلي ناس بتحارب ارهاب وبتبني في نفس الوقت. صحيح. فشيء معجز، شيء مش سهل. الناس في الفندق لما شافونا بيقولوا لنا، بيعيطوا مش مصدقين، بيقولوا يا جماعه احنا كنا حاسين بغربه. يا ريت تيجوا عشان نحس ان احنا منكم. انا بدعو بصوت عالي النهارده، وياريت كان عندي وسائل التواصل، للاسف ما عنديش، لكن بدعو بصوت عالي وياريت كل الناس تكون دي مهمتها الفتره الجايه. يا جماعه روحوا زوروا العريش، اهلكم زوروا اهلكم في العريش، احضنوهم، روحوا استثمروا في العريش. ارض بكر فيها مناطق سياحيه عظيمه، فيها مساحات استثمار غاليه. لو هتعمل بسح الان وتروح تبيعها هناك، روح اعمل كده. لو هتعمل فندق، لو هتعمل مصنع، روحوا استثمروا في العريش. وارجوكم روحوا السنه دي كلكم صيفوا في العريش، ما تصيفوش في الساحل الشمال. اللي يقدر يصيف ارجوك روح صيف في العريش. هيقولوا لك حر يا استاذ عادل. حر مين؟ والله العظيم احلى. انت زي اسكندريه ونفس ساحل البحر المتوسط. باين طبعا، بس طبعا عشان الناس مش متعوده على العريش فممكن وعايز تكون. وعايز اقول لك الهواء هناك احلى وانقى، ما فيش الرطوبه الثقيله اللي موجوده في الساحل. انا بكلمك مناخيا. على فكرة ألطف بكتير جدا من الساحل. روحوا يا جماعة استثمروا وسلموا واحضنوا أهاليكم في العريش، حسسوهم إن إحنا منهم وهم مننا. بجد أنا آسف إن أنا طولت. لا خالص، وطبعا أكيد يعني رجال القوات المسلحة والشرطة الحقيقة كانوا حاضرين بقوة في سيرتهم مع الحكايات اللي كانوا أنت حضرتك يعني بتسمعها من أهالينا في العريش. الناس دي ما يكفيهاش أو سمع، سواء قوات مسلحة أو شرطة أو أهل العريش، والله ما تكفيهم اسامه، ما تكفيهمش. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المخرج الكبير الاستاذ عادل اديب على هذه المداخله.